السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نشوفوا مخزون خلية من العسل، وكذلك الوضعية الصحية، وكذلك بعد ذلك نعمل المداوات بالأشرطة. دونك نبداو بالفتح الخلية. ما تستغربوا تقولوا كيفاش باه الخلية من الإسمنت، هي بسبب دونك تكرار السرقة قمت بتعويضها بخلايا من الإسمنت حتى نضمن استمرارية النحت. نحلو على الخلية. شوفوا هنا، اللهم صل على النبي. نقوم بإنزال النحل إلى أسفل. دونك هنا باش نقوم بمراقبة مخزون الخلية. بالطبع المخزون مش ماهوش من ماء وسكر، وإنما هو عسل الرحيق، دونك عسل حر. حتى نضمن استمرارية النحل، دونك نعرف ولكن كونه كيف المحل يتغذى على الماء والسكر، دونك الجيل يبدأ ضعيف، ولهذا لابد من ترك جزء من المخزون العسل الحر للخلية حتى نضمن استمرارية المنحل. دونك شوفوا هنا إطار كامل من العسل. الشاشة الفوقانية مختومة والوطنية مازالت. دونك شوفوا لهنا 2017 هذه السنة. دونك النحال الحقيقي لا يمكن له أن يكون جشع، بحيث أنه يقوم بنزع كل العسل وتركه وتعويضه بماء وسكر. دونك لابد من ترك القليل من العسل، جزء من العسل الحر للخلية. شوفوا هنا إطار زاد مملوء عسل. إطار ثاني. هنا إطار ثالث زاد كيف كيف مملوء من العسل. ثلاثة إطارات عسل. إطار رابع كذلك مملوء بالعسل. دونك هذا بعد ما قمنا بجني العسل، بعد ما قمنا بناء الجلي، دونك قام بتعبئة الإطارات الفارغة من العسل الكالاتوس، وهذا هو الذي تشاهده عسل الكالاتوس، بحيث أنه يضمن له كذلك. هنا مملوء من العسل، شوفوا هنا تبارك الله، ثم خمس إطارات لحد الآن عسل.
كذلك 6 إطارات إلى حد الآن من العسل. دونك 6 إطارات عسل. هذا الإطار هو شوفوا هنا حضنة مقفلة وغير مقفلة، كذلك هنا حضنة وعسل. كذلك هذا عسل وهنا قليل من الحضن. ليس هناك كثير من الحضنة بسبب نقصان المرعى، هنا غبار طلع. أول ما ينزل المطر في الخريف سوف تنطلق في تجديد النحل. هذا إطار حاضنة شيء مغلقة والأخرى مفتوحة، كذلك هنا إطار حاضنة مغلقة ومفتوحة. ثم زوز إطارات حاضنة زوز ونص. نشوف هنا عديد الإطارات مجددة 2017 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
الحر دونك نحل يطلع قوي يقعد قوي، بينما الماء والسكر فهو فقد تنتفخ البيض بدون جدوى. يمكن الاستفادة من الماء والسكر إلا أول الشتاء أو آخر الشتاء عندما تتوفر حبوب اللقاح. فهذا الآن باش ننتقل إلى المدوات. المدوات الأشرطة الصينية هنا لضمان لقتل البرواء. هنا البيت قوي شوية نحطوا له زوج أشرطة أكثر من 10 إطارات. ناخذ الشريط لهنا نعرفوا دونك الإطارات الحاضنة موجودة من هنا تقريبا حتى لهنايك. دونك ناخذ واحد لهنايك في الوسط الجانب الايمن نحطوه والثاني في الجانب الاخر. دونك هنا هيك تقريبا لقد قمنا الآن بالزيارة والفحص. الخلية في حالة جيدة، ليس هناك أمراض، الملكة عادية تقوم بالبيض، مخزون العسل متوفر دونك موجود زيادة عن الحاجة، فهي لا تستحق للتغذية لا في الشتاء ولا في الخريف. دونك يمكنها أن تقاوم البرد في الشتاء. الآن سوف نقوم بالتغذية. دونك بسبب تكرار السرقة وحرق هذا كل الملح قد أحرق وأخذت كل بيوته، كل خلايا النحل قاموا بسرقتها، لهذا السبب قمت بتعويضها من خلال الإسمنت حتى لا يضيع جهد لا يضيع مني جهد السنين. جهد السنين الآن لا خوف عليها من أي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع آخر.